فين الأول؟ خلينا نتكلم على حفلة الجوائز والتكريمات امبارح، شايفينها ازاي؟ وشايفين واحنا بنبتدي موسم جديد، تقييمكم ليها ايه من ناحية الموضوعية والاختيار؟ ده نمرة واحد. وتأثيرها ايه من ناحية البداية، انها جاية في بداية موسم جديد؟ حمادي، بصراحة أنا شايف يعني 90% بصراحة منطقي. يعني لو اتكلم على حسين الشحات، فعلا من أفضل اللعيبة الموجودة في الدوري المصري، ما كانش الأفضل. اتكلم على مروان عطية، أفضل ارتكاز ستة في مصر بشهادة الجميع. محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وما بلولو طبعا لاعب الاتحاد السكندري. لا، القايمة فيها موضوعية. ولكن أنا عايز أتكلم شوية عن حسين الشحات، لأن القصة درامية شوية. أنت في بداية السيزون أنت كنت احتياطي، الجمهور ما كانش راضي عنك، ادائك ما كانش كويس، لا انت كنت كمان بديل لحد ما هواش اساسا جناح. فالقصه او الناس عموما حست ان حسين لا هو مش موجود في حسابات مارسيل كولر السنه دي، وحسين كمان ممكن يمشي اخر السيزون، لان فعلا الوضع كان ضبابي خالص. ولكن حسين كعادته يعني هو لعيب بيصبر ولعيب كتوم، وقدر ان هو يشتغل ويطور نفسه وبقى موجود في قائمه مارسيل كولر، وبدا من احتياطي لاساسي اللي بقى نجم النادي الاهلي. وفعلا حسين من اكتر اللعيبه اللي اثرت في الموسم بتاع النادي الاهلي السنه دي هو حسين. ولاول مره في تاريخ حسين ان حسين يقعد موسم كامل اداؤه ثابت. يعني حسين من ساعه ما جه النادي الاهلي، هقول لك على القصه دي. يعني حسين في لقطات كتيره جدا وفي مواسم كتير يمكن ما يعني اظهر من الامكانيات اللي اكد لك انه لعيب تقيل جدا ولعيب في الماتشات الصعبه لما تحتاجه تلاقيه. لكن كان دايما المشكله عند حسين انه الابس اند داونز كتير، لكن كتير. السنه دي في من اول ما مسك في الحته دي، ورغم انها برده ما كانتش حتته، يعني هو كان دايما بيتوظف ناحيه اليمين، راح ناحيه الشمال، ما اعرفش يمكن دي خدمته اكتر عشان هو بيلعب برجله اليمين. لكن كان في ثبات في المستوى من اول ما جات له الفرصه لغايه ما فنش السيزون. على فكره هي فكره نقله من ناحيه اليمين لناحيه الشمال دي فرقت مع حسين الشحات كتير جدا، لان هو لما كان ناحيه اليمين هو كان عنده اوبشن واحد بس، ان هو يصنع فرصه ويعمل عرضيه. ولكن لما راح ناحيه الشمال هو بيلعب في ظهره علي معلول، وكمان رجله القويه بقت جوه الملعب وبقى قريب للمرمى، ففرصه ان هو يسجل وفرصه ان هو يصنع بقت فرصه بكتير. بقت اوقع واكتر بكتير. فلا، هي فرقت مع حسين الشحات بشكل واضح جدا في مسيرته السنه دي. وعشان كده احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اي حد جاي احنا بنقول مين هيقعد حسين الشحات. تخيل من حسين الشحات ناحيه اليمين الحته دي بتاعته، والسؤال مين هيقعد مين، دي صعبه قوي السنه دي جدا يعني بصراحه. هاجي لكم فيها كمان شويه.